الرجولة مش إني أطلع عنفي ولا أطبق عقابي، الرجولة هدوئي وحكمتي في المواقف الصعبة، الرجولة دماغ مش دراع، الرجولة مش إنك تخاصم أو تعاقب أو تقاطع أو تضرب أو تقتل، الرجولة إنك تسيطر على أعصابك، الرجولة في احتواء المواقف، قمة الرجولة هي قمة التسامح. أسهل حاجة العنف، أسهل حاجة التحدي، أسهل حاجة الغضب، والعكس كله هو الصعب. أنا حقيقي بهرني رجالة الشرقية، كانوا هما اللي واقفين بيحمونا، وشفت تناغم موسيقي بتعزف لحن جميل بقيادة أهل الشرقية وبمساعدة رجال الشرطة. علاقة أكتر من رائعة ما شفتهاش في بلد تانية، أو يمكن عشان أنا ما رحتش كل البلاد وعشان كده ما شفتهاش. أنا شفت عم عبد الرحيم اللي كان بيتهم الشرطة بالتقصير في إعادة بنته، واتضح طبعا إن دينا ما كانتش مخطوفة ولا حاجة وكانت هربانة. شفنا عم عبد الرحيم إيده في إيد الشرطة اللي كانت بتحرسها، واللي كانت الشرطة متهمة من عم عبد الرحيم. أنا شفت عائلات كبيرة في الشرقية برجالتها المحترمين الأصيلة واقفين بيباركوا لعم عبد الرحيم وفرحانين معاه وبيستقبلوا ضيوفه. شفت رجالة الشرقية كل قلوبهم حب وصفاء وود ورحمة. تعالوا بقى أقول لكم على بنات الشرقية، أمارات، نضاف، قشطة، والحياء والأخلاق واضحين عليهم. كل بيت دخلنا فيه شربنا وكلنا، ولو ما كلتش وخدت واجبك يبقى عيب كبير. الكرم ملهوش حدود. عاوز أقول إيه في الآخر؟ أنا بجد حبيت بنات وستات الشرقية ومش هقطع زياراتي ليهم أبدا، وده عهد خدته على نفسي وقلته ليهم، واحترمت كمان رجالتهم. ايه اللي حصل في موضوع دينا؟ خليني اشرح لكم موضوع دينا ببساطة. احنا اهالينا بيقسوا علينا احنا الابناء بطرق كتير بتختلف من اسرة لاسرة. احيانا الابناء بتتفهم وبتقبل، واحيانا بيرفضوها. وهنا يحصل الماس الكهربائي. امتى؟ لما ما بيحصلش حوار، لما ما بيحصلش تفاهم. وزي ما دينا عملت، خافت تتكلم، بس أنا قلت في برنامجي هتكلم. دينا ما قدرتش تواجه الموقف وخافت وهربت. دينا بنت صغيرة عندها 18 سنة، ما عندهاش حكمة ولا خبرة ولا تجارب سابقة، فهربت من جوازة مغصوبة عليها. قدرها وقف لها حميد، والقدر مش بإيدينا، ربنا اللي بيسخر الأقدار، اللي هو إيه بقى؟ قدر دينا. واحد حميد الشاب اللي أثبت إنه جدع ورفع راس رجالة الشرقية بإنه حافظ على دينا، مع إنه شاب غيره كان ممكن يستغل الفرصة ويعتدي على دينا. اتنين، إنه لما جات لي رسالة حميد ودينا كان نفسي أساعدهم مش أعمل بيهم انفراد، كانت نيتي من جوه أساعدهم. ليه؟ حقنا للدماء. ليه؟ البلد مش ناقصة، احنا فينا اللي مكفينا، كفاية ولادنا اللي بيستشهدوا كل يوم.